ايوه يا حبيبتي فاهم، ايوه يا حبيبتي الجو ساقعه، ايوه انا عارفه، بس الجو ساقعه على الناس كلها، ما ينفعش خالص تلبسي اللبس التقيل ده، هو تغطي نفسك كده اهو، وجوزك موجود، ذنبه ايه يا حبيبتي؟ ايوه يا حبيبتي عارفه ان الجو ساقعه، بس الراجل ملهوش ذنب يرجع كده يلاقيكي كده ايه متكفنه، لا 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 ما ينفعش، لازم يشوفك برضو حلوه عشان ما تزعليش لما يبص بره. والله اه والله. فانت ايه بقى تقومي كده اهو تاخدي دش كده وتلبسي كده بيجامه خفيفه حلوه كده وتقعدي قدامه كده كويسه، مش تتكلفتش يا حبيبتي، هو ذنبه ايه الراجل؟ هو اللي على دماغك ده بنطلون كارما؟ ايوه هو، اصلي راسي سقعانه فقلت اغطيها بايه، ما لقيش قدامي غيره. ايوه يا بنت اسمعي مني، الراجل كده لما يبص على صوبع بره بقى ما تزعليش، بدل اختي انت قاعده كده متكلفته قدامه. الله، ما هو عنده حق برضه، هو ده اللي حاسس صح؟ ايوه سقعانه، هعمل ايه؟ طب فين صوابع ايديكي مش باينه؟ سقعانه برضه، سيبني بقى خليني اتكلم. ايوه لازم تراضي جوزك وتملي عينيه، ومعلش استحملي البرد شويه ما فيهاش مشكله يعني. الواحده تنصح غيرها وهي فيها عبر الدنيا، قبل ما تنصحيها يا اختي روحي شوفي نفسك، تكلفي تالي ب100 بطانيه وحطالي على راسك بنطلون البيت، ايه المنظر ده؟ الايه؟ الرجل ما ينفعش يجي من بره يلاقيكي كده متكفنه، قولي لنفسك يا اختي. ستات اخر زمن، قومي